السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مباشرة من العاصمة الرباط الانطلاقة من شارع طارق بن زياد اتجاه تقدم. شارع المهدي بن بركة من أمام أسواق السلام حي الرياض. صباحكم مبروك والله يسخر الأمور للجميع. صباح النور تريتر خنساء، الله يسخر الأمور يا ربي. كنبغي نقول لكم في الصباح كيكون شوية ديال دارك، بنادم كيكون مزروب شوية، الإنسان يدير شوية قدام الوقت، لأن صراحة أنا الصباح هذا تلاقيت شي حوادث تسير والسبب ديالهم السرعة، وفين واقع قدام المؤسسات. بنادم جايب ولادو معطل مزروب حل الباب، نسام حلول جا واحد اخر دا الباب. فردوا الباب الله يجازيكم بخير، ردوا البال طريق السلامة للجميع. عبد اللطيف اسعد الله يومكم بكل خير، اللهم امين. دائما على مستوى شارع المهدي بن بركة، شارع جميل
دائما مشاهدينا الكرام، مباشرة من العاصمة الرباط، الانطلاقة كانت من شارع طارق بن زياد، أسواق السلام، حي الرياض، في اتجاه كذلك الشاطو. صباحكم مبروك، والله يسخر الأمور للجميع. أمام السفارة ديال كندا، صباح النور اختي مجيدة، مرحبا. شوف الطاكسي الزرق شنو كيدير، شوف الطاكسي الزرق شنو كيدير، انا ما فهمتش شنو كيدير. شوف دار الخط متصل، وواحد الحالة ما خلاش الناس الراشدين يدوزو. فهمتش انا هاد العشوائية، كيفاش بنادم ياخد الكونفيونس، كيفاش كيخدم، ما فهمتش. الهم ديالو هو البلاصة، يضرب على خط متصل، يدير فيها، يتسبب في حوادث سير، ماشي مشكل، ما فهمتش. نتمنى من الله تغير السلوكات ديال الناس هادو، راه كتعتبرو قدوة ومثل في السياقة في العاصمة.
وسبحان الله شحال ديال الحديد الاخوان، كل واحد غادي للوجهه اللي هو غادي ليها. والله يجازيكم بخير، ردوا البال في الطريق، وهادشي كله من اجل السلامه ديالكم وسلامه الغير. لاحظت كنخرجوا من شارع المهدي بن بركة وكندخلوا لشارع الحوز، مشكل النقل كذلك. انا في الرباط، شوفوا معي الصفة الاخوان فين واصل، يعني الاشكال اللي كيوقع هو ان كل شيء كيخرج في نفس الوقيتة. الانسان اذا دار قدامه شوية الوقت فما غيلقاش هذا الاشكال هذا. ديروا بالنا مع الراجلين، الناس هنا راه كيقطعوا، ديروا بالكم، الله يجزيكم بخير. هاد اللحظات غندخلوا لشارع حمان الفطباكي، من هنا كيبان لنا البرج ديال محمد السادس، من الزوايا اللي كيبان فيها البرج مزيان. شارع قندافه. الى هنا مشاهدينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.